مشاهدينا رجعنا لكم إلى الطبق الرئيسي. راح نسوي لكم طبق تركي اسمه بياندي، عبارة عن فيليه من اللحم وراح نحط معاه شوية من الخضرة، وبنسوي صلصة البنشاميل معاها هريس البوذنجون. تخيلوا يعني لحم وصلصة بشاميل وياها بوذنجون، إن شاء الله تعجبكم. هني طبعا راح أقول لكم المقادير، بس أنا هني حطيت لحمة الفيليه عشان تستوي، راح أحط عليها ورق من القار عشان تعطيها شوية حلاوة وريحة طيبة. راح الحين أحط شوية بس من الماي، بسم الله، أخلي هني اللحم. وعلى السريع خل أقول لكم شنو مقاديري. عندي هني طحين، زبدة، حليب، بصل، هريس من البوذنجان جاهز في تعاونية الاتحاد، وإذا كان مو متوفر أو أنتم صعب عليكم توصلونه، كل اللي عليكم تأخذون البوذنجان تسوون فيها شقوق وتحطونها في الفرن لما تحصلون على هريس البوذنجان. طماطم معجون، ثوم، مدراس كاري أو بزار، عندي هني الكزبرة والطماطم، وعندي هني الفلفل البارد الحلو، أحمر، أخضر، الأصفر، البرتقالي اللي كان متوفر عندكم. الحين راح نبتدي. عندي هني هذه اللحم مثل ما قلت لكم احنا قلبنا، وانا خذيت الفيليه، فيليه اللحمه عشان تستوي لي بطريقه اسرع. راح انزل هني عندي البصل واخليه يتكرمل مع لون اللحم اللي احنا نشوفه هني، راح اخليه يتكرمل. وعندي هني قليل من الثوم راح اخلي، راح اخلي هاللون، راح نقلبه بهالطريقه، وانزل عليه باقي الخضروات. في هذه الاثناء لما عندي هني البصل يتحمر مع اللحم، راح اقطع عندي هني طماطم، طماطم فريش، عندي هني الطماطم بقطع بشكل كيوبس اللي هما مكعبات صغيرة، ونضيفه بعد طبعا معه. خلق أقلبه، خلاص هني راح اضيف باقي الخضروات، عندي هني الفلفل الاحمر وعندي الاصفر وهم عندي الاخضر، راح نقلبهم كلهم مع بعض. وفي النهايه راح اضيف البهارات. خل اقطع الطماطم لانه راح اضيفه طبعا معه. عندي هني الطماطم بهالطريقة، وعندي هني بعد راح احط طماط المعجون، ما بكثر من طماط المعجون مجرد ابي يعطيني لون. وهم عندي هني البهار اللي هو بزار او كمون اللي انتم تحبونه كطعم. راح اجيب الماي وازيده شوي، بسم الله، بهالطريقة نقلب كل المقادير مع بعض. طبعا هذه الحمسة اللي احنا قاعدين نسويها، اللحمة مع الخضروات على حمساتكم انتم، بس انا هني قاعدة اراويكم بشكل مبسط شلون احنا نقدر نحمس نوع من انواع هذه الفيليه او ستيك اللحمة. خلاص مشاهدينا راح نخلي هذه الستيك على صوب، وحين راح نبتدي نسوي صلصة البشاميل مع هريس البوذنجان. راح احط هني عندي زبدة، خليها تذوب، عندي الزبدة وعندي الطحين، خليهم يذوبون مع بعض.
طبعا هذه صلصة البشاميل اللي نقدر نستخدمها حق عدة أشياء وعدة وصفات. نزيد شوية طحين. الحين عندي الحليب راح أضيفه بالتدريج. ونخليه لما يثقل عندنا المكون البشاميل. وهني راح ازيده من الملح والفلفل الاسود، وهم تقدرون تستخدمون الفلفل الاسود الابيض. راح نخلط البشاميل لما احس ان المكون ثقل عندي. وهني عندنا اللحم، واذا شفتوا ان انتم تحبونه زياده ماي تقدرون تضيفون له. راح ازيد انا شويه من الماي. بسم الله، خلوه يطبخ شويه، لان كل اللي راح يصير ان احنا صلصه البشاميل مع الباذنجان نحطها في الصحن، وفوقها هذه خلطه الستيك. خلاص خلوه يطبخ. هني انا عندي شويه بدا يثقل المكون مثل ما احنا قاعدين نشوف. الحين عندي هذه هريس الثوم مع الباذنجان مخلوطين، انا جربته وموجود الطعم جميل، وانتو قلت لكم على حسب اختيار تقدرون ان انتو تحطون باذنجان في الفرن وتخلونها تتشوى لما تحصون الباذنجانة المشوية، وتشيلون القشرة وتاخذون الباذنجان من داخله. خلص عندي هني خليط البشاميل بالباذنجان جهز عندي. هذا هو التماسك، جدا جميل. انا شخصيا في بعض من الخضروات وايد احبها، وخاصة انها تكون في المأكولات مثل الباذنجان، اعشقها وايد حلو. وهذه عندي هني جهز عندي. بكذي مشاهدينا خلصنا الستيك، وعندي هني البشاميل بالباذنجان، اثنينهم جهز عندنا. طلعوا المقادير على الشاشة لما نجهز لكم الصحن بالنهاية. مشاهدينا رجعنا لكم على الطبق التركي اللي اسمه بياندي، عبارة عن ستيك مخلوط مع مجموعة من الخضروات، وعندي هني هريس الباذنجان مخلوط مع صلصة البشاميل. طبعا احنا هني راح نزين الطبق للنهاية، حطيت هني صنوبر شوية يتحمر، راح ازينه من فوق الطبق. عندي هذه صلصة البشاميل مع الباذنجان، راح احطه في القاع هالطريقة. راح ننظف الطبق. خلاص. وعندي هني ستيك اللحم. راح ناخذه ونحطه من فوق هريس الباذنجان مع البشاميل بهالطريقة. راح يتنظف طبعا، خلنا ننظفه.
هم بعد تقدرون مشاهدينا ان تاكلون هذه الستيك بالرز او الخبز. انا هني ما نبي يحترق لنا الصنوبر. خلاص نكمل التزيين. هذه هي قطع اللحم. مع الصلصة. خلاص. اوكي وشي حلو بعد لما نحط الورق القار عشان يبين. هذه عندي الصنوبر شوية بس من فوقه بهالطريقة. وعندي شوية راح أحط عليه زيت زيتون قليل بس. وعندي هني البقدونس راح أزين فيه الطبق. خلصنا طبق التركي بياندي، عبارة عن ستيك من اللحم الفيليه وهريس الباذنجان مع البشاميل. راح أوديه على طاولة التقديم وننتقل لكم إلى أحلى فقرة واللي هي الحلويات. خلكم معاي، راح أسوي كيكة بالكريم كراميل وكيكة نفسها بالشوكولات. فخلكم معاي وكونوا شيف حلويات مع شيف خولة.